بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير". صدق الله العلي العظيم. هنالك اختلاف جوهري بين الإنسان وباقي المخلوقات. من حيوانات وجمادات ونباتات المخلوقات الأخرى مسيرة من بدء وجودها إلى حين انتهائها الحيوان مسير يسير في طريقة أخذت ناصيته فيسير في طريق معروف له كذلك النباتات مسيرة عندما تشقل الحبة بطن التربة لتصبح شجرة مثمرة الحياة فيها مرسومة بتفاصيلها إلى أن تنتهي تلك الشجرة وكذلك الجمادات هي مسيرة من بدء وجودها إلى حين انتهائها إلا أن الإنسان له طبيعة أخرى الإنسان ينتقل وضعه من حين الى حين اخر يسير في مسالك متعدده في طرق متعدده لا يستقر على طريقه واحده اقطاب مختلفه يكون فيها الانسان قد تراه في طريق الخير ولكن بعد فتره ينقلب الى طريق الشر فيعود إلى الخير، فيعود إلى الشر. قد تراه في فترة من الفترات يسافر كثيرا، وبعد فترة يستقر فلا يسافر لسنوات، ثم بعد ذلك يبدأ ويأخذ بالسفر. حالات متعددة. هذه الحال، قد تراه مطيعا في فترة من الفترات، عاصيا في فترة أخرى. حتى الأجيال هكذا حالها. الأجيال، جيل قد يكون مسالم، الجيل اللاحق يكون محاربا، الجيل الثالث يرجع إلى سلمه، جيل يختار الإسلاميين والأحزاب الإسلامية، الجيل الذي يليه يختار العلمانيين ويفر من الإسلاميين، حتى الأجيال قد تختلف ولا تستقر على طريقة واحدة، جيل يختار الحرب اوس وخزرج قبيلتان معروفتان 300 عام على ما في التاريخ في حرب مستمر ولكن بعد ذلك ببركه النبي صلى الله عليه واله استقر الامر ووقع التصالح بينهما. فالانسان يختلف حاله من حين الى حين اخر لا يستقر على طريقه بخلاف الحيوان والنبات والجماد. ولذلك جعل الله عز وجل على نفسه دلالات ثلاث حتى الإنسان يستقر على طريقة الخير لا يخرج إلى الذنب والعصيان دلالات ثلاث دلالة طبيعية ودلالة عقلية ودلالة نقلية الدلالة الطبيعية يعني الفطرة أو هكذا أعبر عنها الله عز وجل جبل الانسان على معرفته الفطره موجوده في الجميع الجميع يعتقد بالله حتى الملحد في احيان الخطر عندما يرى نفسه وحيدا في سفينه في حاله الغرق مثلا تراه يرجع الى الله عز وجل هذا الانسان جبل على معرفه الله هكذا فطرته في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الكل قبل ذلك. أحد العلماء الملاحده الغربيين كان يقول المشكله، هو ملحد لا يعتقد بالله، يقول المشكله في الجنس البشري ان طبيعته مرسوم فيها التوحيد. يعني طبيعة البشر في طبيعة البشر، هذه الطبيعة مبرمجة على التوحيد. لذلك تشوف من اقصى اليمين الى اقصى الشمال في الشرق والغرب ترى الناس غالبا يقبلون الله عز وجل. هذه الطبيعه هذه الفطره طبيعته مبرمجه على التوحيد هكذا يعبر العالم الغربي. فاذا هذه الدلاله الاولى على الله، الدلاله الاولى على الخير، طبعا الله هو الخير المطلق كما هو واضح ومن يعتقد بالله يكون في الطريق الصحيح. إن اعتقد بالله بتمام معنى الاعتقاد الدلالة الأخرى هناك دلالة أخرى أيضا جعل الله عز وجل في الإنسان الدلالة العقلية الإنسان بعقله البراهين العقلية برهان الإمكان برهان الناظم البراهين المتعددة العقلية هذه البراهين تدل تدل على الله عز وجل وتأخذ بالإنسان وتسوقه إلى الله عز وجل لذلك الله عز وجل عبر في الروايات موجودة أنه لله حجتان ظاهرة وباطنة الحجة الظاهرة الأنبياء والرسل الحجة الباطنة العاقل العاقل يرشد الإنسان إلى الله عز وجل مثلا عندما يرى الإنسان أن الدنيا تنتهي يفهم بأن اللذات في هذه الدنيا تنتهي هناك لذات أخرى لا تنتهي يجب أن يكسبها العقل هناك بعض الامور تسمى بالمستقلات العقليه العدل حسن على كل حال هذا امر عقلي حتى الشرع لم يقل بقبح الظلم فالظلم قبيح العقل يدل على ذلك العدل حسن الجهل قبيح العلم حسن هذه المستقلات العقليه اذا العقل يرشد الى ذلك هذه الدنيا تنتهي عبد الله بن عبد الرحمن شخص يقول في عيد الاضحى اتيت الى والدتي لاهنئها العيد فاذا بالباب امراه عجوز امراه عجوز بالباب عليها ثياب رثه مبين امراه تعبانه جدا فقيره تستجدي فقالت لي امي: اتعرفها يا عبد الله؟ قلت كلا. قال إنها عاتبة أو عتابة أم جعفر البرمكي أم جعفر البرمكي وصلت إلى هذه الحالة أنها تحتاج إلى إهابي كبش لتفرشه أحد الإهابين وتتغطى بالإهاب الثاني هذه المرأة قالت أنه أنا في عيد مر علي عيد أضحى كان عندي أربعمائة جارية الآن هذا وضعي عندما يرى العاقل أمثال صدام والقذافي ومبارك مصر وأمثال هؤلاء يعرف يعلم بأن لذات هذه الدنيا تنتهي يمكن واحد أربعين سنة يعيش في قصر ويأكل أموال الناس ويظلم الآخرين والنتيجة ليس سواء أحس بالذل في الدنيا أمثال صدام والقذافي أو لم يحس وإنما مات رأسا في أوج عزه الظاهري إلا أن القابر كيف يكون وضعه في القبر إلا أن المشكلة أن الفطرة قد يقع عليها ستار أن العقل قد لا يميز بين الجيد والخبيث إن ابتلى الإنسان بالشهوات خلاص ستار يجي على عقله رسول الله صلى الله عليه واله قال: كيف بكم اذا اصبح المنكر معروفا؟ المنكر يصبح معروف والمعروف يصبح منكر منكر هكذا يكون العقل الموازين تختلف عند العقل تشوف الامور تغيرت المنكر صار معروف، المعروف صار منكر في روايه اخرى اذا التبست عليكم الامور فعليكم بالقرآن اذا التبست عليكم الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن راجعوا القرآن هذا يدل على انه الفطره الموجوده الكامنه في الانسان وحتى العقل قد ماذا؟ يأتيه غشاوه تلك الفطره يكون عليها غشاوه تكون تحت انقاض هائله فهنا يأتي دور الدلاله الثالثه الدلاله السمعيه يعني الاستماع إلى الله عز وجل، وإلى رسوله، وإلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، هذه الدلالة السمعية، لذلك الله عز وجل يقول في هذه الآية المباركة: "وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِل"، قدَّمَ السَّمعَ على العقل. اللي يسمع لكلام الله، لكلام رسوله، لكلام الأئمة، أو يعقل، لأن العقل أيضاً من الدلالات الموجودة، غير الفطرة، ألست بربكم قالوا بلى قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير كنا نشوف طريق الخير ما كنا نتأرجح من خير إلى شر وإنما من طاعة إلى عصيان نستقر على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء أن غدقا كنا نستقر على طريقة واحدة فإذا السمع نقطة مهمة أن يذهب الإنسان الى القران الكريم والى مفسري القران الرسول الاعظم صلى الله عليه واله واهل البيت الطاهرين والان خليفه رسول الله وخليفه الله هو الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ان يذهب الانسان الى اهل البيت سلام الله عليهم يطلب منهم والا الشهوات والملذات كثيره كثيره لا تنتهي هذه تبعد الانسان عن الله وتبعد الانسان عن الجنة التي اعدها الله له. الانسان المفروض يدخل الجنة، كل واحد من البشر، الله خلقه للجنة. لماذا يختار النار على الجنة؟ لانه يبتعد عن خط اهل البيت سلام الله عليهم. على الانسان ان يكون مطيعا لاهل البيت في كل صغيرة وكبيرة، يتبع خطواتهم. اكو في رواية أن أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هم أطوع من الأمة لسيدها، الأمة كيف تطيع سيدها؟ أصحاب الإمام المهدي أطوع من الأمة، مسلمون للإمام، لأن الإمام يعرف خيرهم أكثر منه، لذلك هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم المؤمن يعرف خيره ولكن النبي أولى منه بنفسه لأنه قد يخطئ المؤمن النبي معصوم من الخطأ والزلل لا يخطئ أبدا هكذا لذلك ترى أن الحرب الشعواء بدت ضد أهل البيت وضد الإمام الحجة إبليس ما قاعد على كتر يرى وإنما يعمل ليل نهار ليفي بوعدته لله لأغوينهم أجمعين هاي وعدة وإبليس واقف على كلامه ما قعد لذلك بدت الحرب لأنه الإمام هو الذي ينقذنا بدت الحرب ضد الإمام اغتيال شخصه أو اغتيال شخصيته بصعوبات وصل الدين إلينا بصعوبات عجيبه وغريبه، تضحيات جسيمه. امراه تاتي الى منصور الدوانيقي عليه لعائن الله وهو يسير على فرسه فتاخذ عنان فرسه وتقول له يا امير المؤمنين اقسمك بالقرابه التي بيني وبينك ان تستمع لي هذه المراه. منصور يقف يقول ماذا تريدين؟ ومن انت؟ قالت: انا ابنه عمك. انا من احفاد الحسين بن علي سلام الله عليهما قد قتلت زوجي وقتلت عمي وقتلت اثنين من اخواني. الان ابني شوفوا شلون التضحيات الجسيمه قدموها السابقون ليصل الدين الينا. هل نفرط في هذا الدين؟ قتلت هؤلاء ابني قرة عيني لا أحد لي غيره هذا الآن في السجن عندك فأخرجه من السجن يعود إلي أنا ما أقدر بعد أعيش فقال له من فقال لها منصور أنه هذا أنا لا أتركه بغضب يبقى في السجن إلى أن يلتحق بأقربائها بأقربائك الى ان يموت يبقى في السجن فخرجت المراه تركت مأمون وقالت يا فاطمه الزهراء انظري ماذا يفعلون بابنائك فيقع مأمون كما في هذا الخبر وتنكسر رقبته ويقول اتركوه اتركوا ذاك الولد يعني عرف انه الان الدعاء عليه اثر واستجاب الله دعاءه عليه هذه تضحيات جسام كانت قدموها ليصل الدين إلينا هناك حرب شعواء ضد الإمام الحجة أرادوا اغتيال شخصه حتى لا يصل إلينا لا نسمع لأنه وقالوا لو كنا نسمع حتى لا نسمع إذا السمع راح العقل يمكن أن يضيع بين الشهوات وحب الدنيا والملذات لذلك سفينة الحسين أسرع سفينة أهل البيت العقل موجود ويهدي إلى الله ولكن قد ينام العقل كما في بعض الروايات وهذه العبارة أو قريب منها نوم العقل العقل يترك الإنسان يبتعد عن الإنسان إغتيال شخصه أرادوا اغتيال الإمام الحجة سلام الله عليه بشخصه نرتاح كما اغتالوا أجداده وآباءه الطاهرين في قضية يذكرها النعماني في غيبته في الكتاب غيبة النعماني يقول الخليفة أرسل خبرا إلى الإمام العسكري هذا طفلك أريد أشوفه جيب الدزة عندي كما في هذا الخبر فهذا الخادم يقول أخذت الطفل وأنا خائف قال لي الإمام خذه إلى الخليفة أخذت الطفل الإمام سلام الله عليه وأخذته إلى الخليفة وانا خائف عندما راه الخليفه امر حراسه ان يجرد السيوف يخرج السيوف من غمادها ويقتل الطفل، واذا بالسيوف تتعلق في غمادها ولا تخرج. طلب مجموعه اخرى تعالوا واقتلوا الطفل. الامام سلام الله عليه لم يتمكنوا ان يسلوا السيوف من غمادها. عده اشخاص، عده جماعات طلبهم فخاف الخليفة من ذلك أرجع الطفل أرادوا قتله لم يتمكنوا في تلك الحالة رأوا المعجزة البينة في أوقات أخرى سجنوا السيدة نرجس السلام الله عليها ليأتيها الإمام فيأخذوه ويقتلوه لم يتمكنوا من اغتيال شخصه أرادوا اغتيال شخصيته واغتيال الشخصية كانت قبل ولادة الإمام ادعوا أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر ومحمد براء منهم طبعا ادعوا أن الحجاج أو هو ادعى أنه المهدي المنتظر وهكذا إلى زمن الإمام سلام الله عليه مجموعة من الفاسقين ادعوا أنهم وكلاء وأبواب الإمام أمثال الشلمغاني وغيره إلى أن نأتي إلى الأزمنة الأخيرة ادعى من هو باب للإمام علي بن محمد باب هذا الذي يدعي انه باب الامام، بعد ذلك ادعى انه الامام، بعد ذلك ادعى انه الله عز وجل، والعياذ بالله. فاخذ واعدم علي محمد الباب. البهائيه نتاج ذلك الفكر البابيه والبهائيه. ارادوا اغتيال شخصيه الامام، شخص فاسق يدعي انه محب للامام، ويذكر اسم الامام في كل مكان، ويقول بانني اصلي خلف الامام، كما ذكر قبل فتره، لماذا اغتيال الشخصيه؟ ليبعد الناس عن المهدي المنتظر، وبالفعل تلك الامور تؤثر. الان مجموعه من الشباب تراهم يشككون في وجود الامام، مع اقامه الادله الواضحه والروايات الهائله في كتب الفريقين، بان هناك المهدي وانه من ولد الامام الحسن العسكري سلام الله عليه. يشككون في فائده الامام، يشككون في وجود الامام، هكذا ارادوا ضرب الامام وضرب شخصيه الامام عز وجل، ليبعدونا عن السامعة اذا واحد ما اعتقد بالامام الحج بعد ما يعتقد بكل شيء، واحد يكذب بان يقول انا امامي واعتقد الى الامام العسكري فقط، الائمه هو وجود مجموعي اذا قبلت كلهم ف أنت إمامي وأن لا, لا, تقبل الإمام ومن لا يقبل الإمام لا يعرف رسول الله ومن لا يعرف رسول الله لا يعرف الله وما تميتة جاهلية هكذا تضحيات جسام قدمه العلماء السابقون الشهيد الأول الشهيد الثاني وابدأ الشيخ الطوسي أحرق مكتبته وفر بجلدته إلى النجف من بغداد وهكذا أوصلوا الدين إلينا لنستمع إلى أهل البيت لنستمع إلى رسول الله لنستمع إلى الله عز وجل ولا ننتقل من طريقة الخير إلى الشر ونعود نثبت على الطريقة هكذا حمران ابن أعين من كبار الرواة في عهد الإمام الباقر والإمام الصادق يدخل على الإمام الباقر ويقول لماذا نرى أننا عندما نجلس عندك تلين قلوبنا لأن هذه القلوب قد تكون كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله قد قد لا يكون خاشعا تلين قلوبنا عندما ندخل عندك ونترك الدنيا وملذات الدنيا ومال الدنيا وما إلى ذلك ولكن عندما نخرج منك ونعود إلى أهلنا ونختلط بالتجار تتغير حالتنا اذا مثل حمران ابن عيان ذلك التابع لاهل البيت سلام الله عليهم ذلك الراوي العظيم هكذا حالته تتغير طبعا الانسان خمو معصوم يتاثر فقال له الامام الباقر القلوب هكذا قد يصعب عليها الامر تاره ويسهل تاره اخرى ثم نقل الامام الباقر قال مجموعه اتوا الى رسول الله من اصحاب رسول الله وقالوا يا رسول الله نحذر النفاق ان خاف احنا صايرين منافقين قال لك كيف قال انه عندما ناتي اليك نترك الشهوات والملذات المحرمه طبعا مو المحلله منها ونكون وتكون نيتنا خالصه لله وعملنا خالصا لله عندما نخرج من نذهب الى اولادنا الى اهلنا الى مالنا الى تجارتنا نرى ان الامر قد اختلف فهل هذه حاله النفاق نعيشها في وقت مع الله وفي وقت مشغولين عن الله عز وجل بالدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله ان بقيتم على تلك الحاله التي وصفتموها لي الحاله الاولى يعني عندما تاتون الي تلين قلوبكم و المشاكل تسهل عندكم اذا بقيتم على ذلك مشيتم على الماء واستجيبت حوائجكم هذا مو من النفاق وانما هذه خطوات الشياطين الشيطان يريد يغركم فاسعوا انه تبقون على تلك الحاله او تبعدون انفسكم بقدر الطاعه عن الحاله الثانيه صحيح واحد لازم يتاجر ما عندنا تصوف في الاسلام، ما عندنا رهبانيه في الاسلام، انه واحد يجلس في داره ويعبد الله وما ادري يترك الامور ويترك الرزق ويترك الزوجه والاهل والاولاد، لا هذا ما موجود، هذا منهي عنه عندنا وفي ديننا، وانما واحد يكون في رزقه ويعمل لله عز وجل، يطلع الرزق الحلال، طيب هذا مود بعد عن الله وانما هذا قرب الى الله عز وجل. اذا المهم ان نرى ما الذي يامره اهل البيت سلام الله عليهم فنتبع خطواتهم اذا هكذا كان ما كنا لا نكون من اصحاب السعير ان شاء الله ولا نكون في اصحاب السعير ان سمعنا لهم ان اطعناهم ولذلك مع ان الدلالات الثلاث موجوده الطبعيه والعقلية والسمعية إلا أنه حتى نثبت على العقيدة أكثر أي شيء بعد ما نحتاج إلا أن الإمام تراه سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف يتفضل علينا بكرامات بمعجزات بتشرفات حتى إحنا إذا هم ابتعدنا عن الطريق يأخذ بأيدينا آية الله السيد حسين الحائري أحد علماء كرمانشاه مدينة قريبة من الحدود العراقية هذا هناك أحد علماء كرمانشاه فهو بيته محل ضيافة للزوار الذاهبون إلى العراق أم الراجعون من العراق لأنه منطقة قريبة من الحدود فالزائر عندما يخرج من وسط إيران أو من جنوب إيران أو من شرق إيران يذهب إلى كرمانشاه إلى زيارة العتبات المقدسة نجف وكربلاء وكاظمين وسامراء رزقنا الله جميعا إن شاء الله فيذهب إلى هذه الأماكن المقدسة فيحط رحله لفترة يومين ثلاثة أكثر أقل في بيت هذا العالم السيد حسين الحائري يقول ذات مرة في أواخر ذي الحجة دخل علي سيد عليه سماء الصالحين هذا السيد بقي عندي لفترة يومين ثلاثة أيام أنا شفت هذا السيد كأنما له ارتباط بالغيب رجل متهجد عابد متدين أتيت إليه وكنت أقيم مجلس العزاء في عشرة عاشوراء عشرة محرم والآن أواخر ذي الحجة إحنا على عتاب محرم الحرام فيقول أتيت إلى السيد وقلت له هل يحضر الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف في هذا المجلس اللي رحت أقيمه عشرة عاشوراء يقول السيد وإذا به يقول نعم إنه يحضر في يوم تاسعاء في مجلسك هو كان المجالس في ايران سابقا هكذا من الصبح الى الظهر يمكن خمسه سته من الخطباء من الصبح الباكر يبداون الى الظهر الى اذان الظهر فتنتهي فينتهي المجلس فيقول استغربت من كلامه فقال لي واعطيك اشاره على ذلك ان الامام يحضر في مجلسك هذه المشاهده التشرف لان يثبت عقيده امثالنا هذه الكرامات التي تصدر منهم لاثبات عقيدتنا اكثر فاكثر، واحد ما يحتاج الى هذه الامور ولكن تفضلا منهم. فيقول اعطيك علامه اخرى ان الحاج اشرف الشيرازي الذي كان من اكبر خطباء يمكن كرمانشاه او من اكبر خطباء ايران سياتي اليك في الصبح الباكر اللي بعدهم الناس ما جايين فيصعد المنبر ولا يتكلم عن العباس. عند الإيرانيين عند الخطباء الإيرانيين يوم التاسع يوم العباس سلام الله عليه فيقول هذا الحج ما يتكلم عن العباس الحاج أشرف وإنما يتكلم عن الإمام الحجة وبعد ذلك يأتي الخطباء الآخرون ولا يتطرق أحدهم إلى العباس سلام الله عليه بل يتكلمون عن الحجة سلام الله عليه يقول أنا كنت أنتظر بفارغ الصبر يوم تاسعاء يوم تاسعاء في أول الصبح وإذا بحجي أشرف دخل المجلس على غير عادته وقال لي أنا أسرع أصعد المنبر وفي آخر الوقت وكان هناك البعض الموجودين في المجلس فصعد إلى المنبر وتكلم عن الإمام الحجة العلائم تحققت يقول أنا كل ما أطالع الجمهور ما أعرف الإمام أحد يدخل ما التفت فذهبت إلى السيد وقلت له هل حضر الإمام أم يحضر؟ قال الإمام في هيئة في امام المنبر سبعه اشخاص امام المنبر احدهم الامام فيقول ذهبت رايت سبعه افراد امام المنبر وجوههم متقاربه اشكالهم قريبه فسلمت عليهم والحجي الحاج اشرف على المنبر فسلمت عليهم فاجابوني وقال لي احدهم اللي اظنه الامام ارجع على الباب واستقبل الناس فيقول رجعت الى الباب ونظري على الإمام نظرة على الإمام ونظرة على الوافدين إلى المجلس وإذا بري بي أرى أن السبعة اختفى هذا تشرف السيد حسين الحائري آية الله الحائري عندما يقيم الخدمة الحسينية لتثبت عقيدته أكثر يتوفق طبعا هو في مرتبة عالية يمكن أن يرى الإمام ويتشرف بلقاء الإمام السلام الله عليه فيقول بعد ذلك ذهبت إلى السيد وقلت أين ذهب الإمام والجماعة الذين كانوا يحيطون به قال ذهبوا إلى مجلس آخر تقيم ذلك المجلس امرأة لا يحضر هذا المجلس إلا نفران أو ثلاثة فذهب إلى ذلك المجلس وبعد ذلك خرج من كرمانشاة يعني في كرمانشاة جلس في مجلسين، حضر مجلسين. هذه الكرامات التشرفات لنلتف حول اهل البيت اكثر فاكثر. اذا حقيقه تمسكنا باهل البيت، ارتبطنا بهم نكون سعداء في الدنيا قبل الاخره. حقيقه الانسان اللي يتمسك بتعاليم اهل البيت الرضا حال المصيبه اذا واحد دخل عليه امر مصيبه بلاء حقيقه كان راضي بما رضي الله له يعيش حاله سعاده نزلت المصيبه ابتلي بمرض فقد احد اعز اقربائه كان يشكر الله عز وجل هذا ما قسمه الله لي يحس بحاله راحه نفسيه ساترك الاخره اذا واحد يتمسك بتعاليم اهل البيت يعيش الدنيا في سعاده قبل الاخره. المهم ان نستمع لكلامهم ونطبق الكلام في حياتنا. ذكرهم في كل حين، التواصل معهم، الدعاء لا تكون ادعيتنا غالبا ادعيه حاجه، الواحد ما يذهب الى مسجد جامكران الا عنده حاجه. ابي، امي، زوجتي، ابني، ما ادري مريض كذا، مال، قروض، جيد هذا، هذا تواصل مع الامام ولكن لا ناخذ الحوائج الدنيويه فقط، نطلب منهم التوفيق، نطلب منهم حسن العاقبه، نطلب منهم الثبات على العقيده نطلب منهم ان يعجلوا فرج المولى سلام الله عليه لان في تعجيل الفرج له سلام الله عليه فرج للشيعه جميعا، اسال الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير. انه سميع مجيب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين